بإتيكيت اليوم السيدة نادين داهر رح تحكينا عن إتيكيت النقد لحتى ما يتحول لانتقاد. صباح الخير. صباح الخير رانيا. يعني فرق كبير بين صحيح. النقد والانتقاد. الحقيقة اليوم هيدا حلقة كتير مهمة وأنا متكلة على رحابة صدر المشاهدين وبتمنى أنه ينفهم حديثي فعلا كنقد بناء وليس كانتقاد. شو الفرق؟ لأنه اليوم عم تجري العادي أو عم نشوف كتير برامج، عم نشوف كتير مقالات، عم نشوف كتير مشاهدات وعم نسمع كمان على إذا بدك على الراديويات كتير نوع من الانتقاد يلي مزعج. بلا ما نحكي عن السوشيال ميديا أكيد. أكيد السوشيال ميديا هديك عملين له حلقة تانية. هلا الفكرة وين؟ الفكرة إنه اليوم السوشيال ميديا كمان بمثل الشخص بحد ذاته، إنما بتكوني انت عم تشتغلي بالاعلام وانت يعني قيمه على راي الجمهور وانت عم تعطي رايك لانك انت شخص متخصص. في فرق، انت اليوم شخص متخصص والمتخصص يجب ان يبتعد عن الانتقاد قد ما بيقدر، هو ناقد ومن هون بنقول الناقد الفني، الناقد الادبي، الناقد السينمائي، ما بنقول المنتقد. فإذا شو الفرق بيناتهم؟ النقد هو أعطاء رأيك كمتخصص بأي موضوع ولكن مبني على أسس علمية، وهيدي شغلة كتير مهمة. ليش متخصص؟ لأنه هو درس، هو بيعرف كيف ينقد الشغلة وطبعا بطريقة موضوعية نادين وإلى أسس علمية. يعني نحن بنعرف أنه في عندك الأسس الأولى لحتى ننتقل إلى الانتقاد. أولا نبتعد عن الشخصي بشكل كتير عالي، ما حدا له حق ينتقد الشخص، ينتقد فعل الآخر. أنا اليوم إذا بدي أنتقدك أو بدي أوجه لك أي ملاحظة يجب أني أحصر، فلذلك أنا بعرف كيف أنتقد، بقول لك رانيا اليوم كانت كتير حلقتك حلوة وياريت تنتبهي لواحد اثنين ثلاثة أربعة. يعني هي أكاديميا كمان نادين معروف أنه لما بدك تعطي ملاحظة لشخص لولد أو لأي شخص تاني لازم دايما تبلشي بالإيجابي لحتى توصلي للسلبي لحتى ما يتحطم. يعني صحيح. هلأ تحتينا شوي كمان ما نقدر ما نبعد شوي عن الموضوع. ما بدي وجه منه انذار أو منه توجيه ملاحظة، هو نقد. النقد يجب أن يكون مبني على أسس معينة. أنت بالأول وقت بتقري أي شيء، وقت بتشوفي أي مشاهدة، وقت بدك تقيمي حتى شكلا حتى سلوكيا، وقت اللي بدك تقيمي أي موضوع بدي يكون أنت عندك أوريدي أو عندك مقاييس ومعايير معينة. الفنان عنده كمان مقاييس وأشياء معينة مختلفة عن الأدبي، عن الأدب أو المقروء أو المسموع أو المكتوب، كل هيدولي. فإذا وقت اللي أنا بدي أتوجه لمتخصص لحتى أنا يعطيني يوجهني فأنا أتوجه إلى ناقد. ومن هون منبلش أنه واحد ما بيبتعد عن الشخصي. أنا كخبيرة إتيكيت بدي أنقد أو بدي أعطي أي تعليق إن كان على دعاية أو إن كان على بروجرام أو كان على مذيعة إن كان على فنان على سياسي، أنا ببني هيدا النقد على أسس معينة لأنه أنا خبيرة إتيكيت، فبنقدها بشكل صحيح. يعني وما بنقد الشخص ميلة الإتيكيت بالموضوع بالضبط. بس أنا ما بنقد الإضاءة وما بنقد الشكل أو الأشياء اللي هن يعني التصوير، بنقد هل المساج، هل الرسالة اللي وصلت من هالدعاية أو من هالبرنامج وصلت بشكل صحيح، وقديش هي بناءة وقديش بتفيد المجتمع تبعي لأني أنا قيمة على هيدا الموضوع. وهون الموضوع اللي نحن اليوم كتير بدي إياكم تنتبهوا له، إنه كل النقد يجب أن يكون له هدف لكي لا يتحول إلى انتقاد. كتير مهم، وجبران خليل جبران بيقول من لا يعمل لا يخطئ. من يعمل بالحياة أكيد معرض لأنه يكون في عنده كتير انتقادات. وأنا اليوم بحب أني أطلب من كل الأشخاص اللي عم بيتوجهوا عم بيتفرج علينا إذا لقوا أي شيء بكل الحلقات السابقة أنه يكون نقد لإلنا، نقد بناء. وأنا كتير بسمع تعليقات، كتير بسمع بحبها، يعني بقولها شكرا. في ناس بتقول هيك أحسن هيك هيك هون كنت بحب أنك تدوي على هيدا الموضوع. بس أنا ما بسمح الأشخاص اللي تنتقد
أنا نادين داهر شخصيا كشخص، لأنه أنا شخصيا ماني بمتناول الجمهور. نادين داهر هي شخص مختلف تماما، إنما كخبيرة إتيكيت أنا جهت وهذا ينطبق على كل الناس، وايضا طريقه الكلام اكيد. فلهالسبب رح نقول ان نبتعد عن الشخصي، نبتعد عن الكلام الجارح والتجريح. رجاء بدي اقول لكم اي مسبه اي شتيمه تطال الشخص نفسه التي صدرت عنه ولا تطال الشخص الاخر. فاذا انا شتمت انا اولا اشتم نفسي، وهيدي شغلة كتير مهمة. أنا أولاً أسبب إزعاج للآخرين بإني أنا قللت من احترامهم، من احترام المشاهد، من احترام الكاتب، من احترام القارئ، ولم أقلل من شأن الآخر يلي وقع عليه فعل الفاعل. فإذا هون الفرق، إني أنا اليوم وقت اللي بيجي عم بنتقد، لأنه اللي عم نشوفه بعيد كتير عن أخلاقياتنا، عن سلوكياتنا. أنا مع، وأنا مني أبداً أبداً ضد إنه الواحد يكون في نقد شامل، بالعكس في شيء اسمه النقد البناء طبعاً. النقد هو الأساس لتطور المجتمعات وتطور الفن، لتطور أي موضوع نحن بنعمله. إنما هيدا النقد اليوم اللي عم نشوفه هو ليس نقد، هو انتقاد. نحن منعلم إنه يكونوا كل الناس عندهم حس نقدي، حس النقد طبعاً. لأي كريتيك يعني أكيد. إنما وفي يكون لأي كريتيك بوزيتيف، فيها تكون دايما يعني نلاحظ اشياء حلوه بالشخص او بالحدث او باي موضوع معين ونعطي عنه نقد ايجابي. مش ضروري النقد دايما يكون أبداً سلبي يعني. بالضبط، هو انك انت تعطي راي، هذا هو النقد. نقد انك تعطي راي ايجابي او سلبي. الانتقاد هو طريقه هو التحليل، يعني نقدر نعرف نحلل الموضوع يعني بالمبدا صحيح. انما الانتقاد هو النقد السلبي وفي غير محله والذي يتوجه الى الشخصي. هيدي فكرة الانتقاد، انه انا اليوم بقدر انتقد قعدتك وحكيك ومش حلوة ومنا مهضومة ومش معقول. طب ليه؟ انا دايما بسأل ليه، شو معناتها، لحتى انا خلي الاخر يجي يقول لي انه انا وين غلطت او هو وين غلط. ما بعرف، عندي احساس. احساسك مش هو المقياس لحتى انا طال اخرين. في ناس نحن اليوم بنعرفهم بينتقدوا او ينقدون الاشياء بشكل كتير لائق، والنقد بده لياقه، بده تهذيب، بده بالعكس بده مخزون اكبر من العلم. لانك انت اليوم وقت اللي بتعرفي تنقدي، وهون وقت بنشوف النقد الفني او النقد الادبي بنشوف قديش حلو نقده، يعني قدر طلع مجهود كبير من حيث الشكل والمضمون، وكان النقد تبعه باهميه اللوحه او باهميه الكتابه او باهميه الشخص. فاذا اليوم يا ريت نحن ننتبه على هيدا الامور، لانه اللي عم نسمعه ان نحن نطلع كثير هين الناس تطلع تسب. كتير هين الناس تطلع تقول انه هيدا شيء غلط وهيدا شيء مش صح. بس انا كيف بتميز عن غيري؟ كيف بدي اكون انا صوتي صحيح؟ ليش بتسمعي؟ ليه بتسمعي مثلا تنقول جورج الرداق؟ لانه جورج او يعني الشاعر يلي كتير نحن بنحترمه، لانه دائما نقده كان مبطن، فيه جماليه معينه بتوصل الفكره بدون ما تجرح الاخر. انا هين كتير اني اطلع اجرح الاخرين، اني انا اطلع سبب اذيه للاخر. هيدي من اسهل الامور، بس انا شو بيميزني اذا عن شخص نادين؟ عم نسمعهم بالاعلام، على الراديوات، على التلفزيون، اللي بيسموا حالهم فاشن بوليس، اللي بيسموا حالهم ما بعرف شو، يعني بينتقدوا الشخصيات الفنية، بينتقدوا الشخصيات الببليك فيجرز، يعني بطريقة بالفعل مأزية وفيها بالزبط. شوية يعني تحقير خليني يعني. أقول هلا أنا تمن كون هل هالشي مسموح؟ برامج كاملة برامج صح. هلا البوليس فاشن يلي هي كمان هو منه شيء جديد، يعني مش من هلا، ما حدا اخترعه من زمان كتير. إنما حتى بالمجتمعات، في مجتمعات بتقبل أشياء، في مجتمعات بتقبلها أقل. أنا مع إنه كل واحد فينا يكون عنده رأي، أنا مع إنه كل واحد فينا يكون عنده تعليق، بس أنا بفضل كتير أكثر وقت اللي بيكون
يكون التعليق مبطن ويكون التعليق كمان جميل، لأنه أنا الحقيقة بعتذر بس مش كتير بحضر تلفزيونات، بس يعني وصلتني الفكرة. الأسامي الفكرة والسخرية السخرية ممنوعة. نعم. إني أنا أقول هون كان اللي بقلق أكتر مسموح، هيدا الفستان اللون تبعه حلو هيدا مسموح، هيدا حتى إذا كخبيرة إتيكيت أنا بدي أنتقد، وما أدراكي أنا شو عندي تعليقات على كتير أشخاص ما بحياتي رح أسمع لحالي سمي. إني أطلع سمي، ممكن إني أنا صور الشخص يلي قام بفعل منه مزبوط بدون رأسه، وخلي المشاهدين هني يشوفوا أو يكتشفوا مين بيكون هيدا الشخص حتى لو كان فنان. انتبه الفنان عنده كمان هو بحب إنه يكسر القواعد ويكسر الحواجز ويكسر المعتاد لحتى ينعرف، يعني إذا بدي كحق للفنان ما لا يحق لغيره. كخبيرة إتيكيت أنا ما بسمح لحالي انتقد الفنان، لأنه أنا عم بنتقد سلوكيته، أنا ما عم بنتقد، ما لا أنتقد شكله، أنا أنتقد شخصه، هذا شيء كتير حساس. ليش بدي أقبل أنا كفنان أنه مين ما كان يكون ينتقدني، حتى أنه نادين داهر أو غير نادين داهر تنتقد سلوكيتي، فأنا هيدا شيء كتير حساس بالموضوع، أنا ممكن انتقده إذا سألني، إذا طلب رأيي. إنما هيدا الشيء معناته أنه ما نقرب ثوبون؟ لا، بس أنا بقرب ثوبون بشكل غير مباشر. يعني أوقات بالفعل بيكون في إشياء مشينة. صحيح. بس من قبل الفنانين. بس أنت اليوم برجع بعيد، أنت اليوم قديش حدود حريتك؟ حدود حريتك توقف عند عند ثلاث أشياء: احترام الآخرين. كيف أنا بدي أكون خبيرة إتيكيت إذا ما بحترم الاختلاف؟ أنا بشو وجه لي شخصياً قلة احترام إذا كانت الست جاية على العزاء لبسة تنورة قصيرة ولا حتى عوينات؟ أنا شخصياً ما حتى ما قللت احترام لمين ما كان هذا شخصاً هي بتحق له. هل بالإتيكيت مسموح؟ أنا بقول شو مسموح بالإتيكيت، وهني إلهم حق إنه يختاروا الأشياء الصحيحة. بس في أشياء تانية كمان: احترام النفس والذات والآخر، واحترام اختلافه، هيدا الاتيكيت، ومن ثم الصدق بالتعاطي مع الآخرين والشعور بالآخر. فإذا طالما أنا بدي أكون هالقد متمكنة من مادة تبعيتي، أنا بقدر طلع تعميم، أنا بقدر إذا بتجي رانيا الأشقر بتسألني: نادين شو رأيك أنا؟ هل في أقعد حط إجر على إجر وأعمل هيك؟ هل في أنا أقرب هيك على المشاهد؟ هل في هيدا بيصير فيه؟ إلا لا رانيا، تعي نعمل نقد لكل شيء أنت، لكل الطلعات اللي أنت طلعتي لها، وبقعد أنا وياها ولا لحالنا. أنا ما بسمح لنفسي أنه أطلع على العلن، ما بسمح لنفسي حتى أقول أنه رانيا أجت أخذت رأيي، حتى لو كان سياسي، حتى لو كان فنان، هيدي من خصوصية واحترام المهنة. فإذا بكل شيء، مثل الحكيم، مثل المحامي، هل يحق للمحامي أنه يطلع تعميم أو يطلع نقد على الانتقاد؟ هيدا بيصير من سر المهنة. شكراً. هيدا هي أنك أنت اليوم وقتها بتحترمي سر المهنة، بتعرفي كيف توجهي الشخص الآخر، بس أنت مش لأنك متخصصة فأنت بحق لك. أنا رح أعطيكي أكثر من مثال: هل بحق لخبيرة التغذية تجي تطلع واحد تقول له: ولو معقولة أنت كيف تارك حالك هيك، ما بتعرف تروح تعمل دايت مثلاً؟ هل بحق لنا؟ إنما الإعلاميين نادين، يعني عم نحكي عن شخص بيشتغل بالإعلام، يعني على الملأ، يعني هل بحق له يقول كل شيء على الملأ؟ أكيد لا. أصلا الإعلاميين بكل الأحوال، ليش نحن بيدرسوا إعلام؟ ومن ضمن الإعلام في شيء اسمه أخلاق الإعلاميين، أخلاقية، business ethics. The ethics is even worse. يعني بعد الأثكس هي أخلاقيات، الإتيكيت هي مرحلة متقدمة من الأخلاقيات. يعني أنا ما بحب إنه يكون، إذا بدك، لأنه بالأخلاقيات في كثير حلال وحرام وبيصير وما بيصير، وهذا كمان عم بارح فيلسوف سعودي قال: الأخلاق يجب إنه تكون منفصلة عن الحلال والحرام. يعني كثير مهم إنه أنا إذا أخلاقي تكون منيحة، أخلاقي منيحة بغض النظر كان لحفوت على الجنة أو لحفوت على النار، بس اليوم بدي أكون أمينة على هيدي المهنة. هيدي المهنة إلى خصوصيتها، إلى
إلا هي سلاح. نحن بنحكي بالسلطة الرابعة، يعني أنا اليوم كإعلامي متمرس يجب علي أكثر من غيري أن يكون عندي أخلاق. ليش؟ لأنه أنا عم بفوت على البيت على بيوت الناس بدون استئذان، بأوقات اللي هنا عم يحضروني فيه هني يتمثلون فيه. يعني اليوم وقت اللي كل الناس بتحضرك بتقول أنا بحب هالمذيعة، بحب هالشخص، فأنت يجب أن يكون حضورك مهذب، وإلا بتكوني عم تعطي صورة خاطئة. الفنان العالم كمان عم تقتدي فيهم، هني قدوة. بقى كتير مهم أنه الفنان ينتبه إلى الأشياء اللي بتصدر عنه، وهو ما يتجرح، لأنه هيدا من حقه، أنه هو خصوصيته، من حقه بحياته الشخصية أنه ما حدا يقرب عليه. وهو كمان وقت اللي بيطلع من هيك، نحن نقدنا كتير أغاني كانت مشينة وما كانت حلوة، والكلام اللي كان عم بيطلع أنه يا عمي ما بيصير لهون نوصل، أنه ليش العالم عم بتقول العالم ما بتحب هيك، الجمهور بيحب، لا هيك الجمهور ما بيحب. وعلى الأقل أنا ما بدي أسمع هالشي. نادين، يعني حضرتك بتشجعي أو بتنصحي أنه كل إنسان ينقد بمجاله هو؟ صحيح. يعني مش كتير نتعدى على مجالات الغير. أنا مني لنقول عارضة أزياء، ما بعرف بعارض الأزياء، ما فيني أنتقد عارضة الأزياء. أنا مني مخرج، ما فيني أنتقد الإخراج. هل هالشي 100% هالقد لازم يكون دقيق؟ هلأ في مهن بتقدر تغطي أكتر من جانب. نعم. بس إذا أنت كنت ناقد سينمائي بتنقد السينما ككل، من إذا كنت ناقد أدبي، بس ما فيك تكون ناقد أدبي عم تنقد السينما، لأنه كمان السينما إلى قواعدها. أو يمكن تنقد الحبكة، القصة بالسينما. بالضبط. أو بتنقد شعورك أنت كمشاهد، كأنه هل الممثل يعني قدرت أنت استقبلتي، يعني إذا شغلتك تجارة صعب كتير أنه تقدر تنقد فن. أكيد أكيد. إلا يعني إلا إذا كانت هيدي، يعني عم نعطي أمثلة طبعاً. بالضبط. فاليوم النقد لحتينا هيك نعمل شوية، يعني نرجع نعيد الموضوع بسياقه. الابتعاد عن الانتقاد، لأنه الانتقاد ما بيوصل لمحل، بالعكس الانتقاد لحقلكن شو بيوصل؟ بيوصل لشحن سلبي عند الشخص المتلقي. يعني حتى كلمة ولكن يجب الابتعاد عنها، وصياغة الجمل بشكل انه انا حبيت كتير هالحلقه تبعيتك، ويا ريت انك تنتبهي لهيدا الموضوع. لانه انا حتى لو قلت له الواحد انت مبدع، ولكن بينسى المبدع وبينتبه للكن. الانسان ما بيتذكر، وبيخلق عنده اوتوماتيكلي، بيخلق عنده نوع من الاستنفار الذاتي يلي هو من جوا بيؤدي الى شحن. فاليوم حتى انك انت تضحكي وقت اللي يكون، تخيلي انا عم بحكي انا وياكي وانت تستهزئي باللي انا عم بحكيك، باللي انا عم بحكيه، او ضحكتك تكون هيك نحن بنسميها ضحكه صفراويه. حتى وقت اللي انا بدي اكون عم بوجه اي شيء، وانا حقي، يعني انا حتى اكثر من غيري لانه خبيره اتيكيت، بدي اكون عم بعطيه بقالب جيد ليكون هداف وليس يكون هدام. وهيدا الشيء اللي نحن عم نجرب ان نحن نرجع نستعيده. وصدقوني المجتمعات منا قائمه على اشخاص من خارجنا، نحن المجتمع، انا وياك واي شخص موجود هلا حوالينا هو المجتمع. هيدا المجتمع نحن قيمين عليه، وانت كاعلاميه وانا يمكن كخبيره اتيكيت والمهندس والمحامي، كلياتنا يجب انه نكون متراصين لنحافظ، لانه الاخلاق اذا راحت والسلوكيه الخاطئه اذا سادت المجتمع، فهي اللي بتصير يعني بتفكك، هي اذا بدك الدودة اللي ممكن تقضي على اهم اشياء عنا. نحن ليش بنرجع على اذا بدك، يعني ما بعرف قديش بعد عنا وقت، بس خليني اختم، يعني للاسف اذا كان نحن بنرجع الى الوقت الجميل لانه كان فيه اخلاق عالي أكتر. وطبعاً نحن دايماً منشدد على أهمية التواصل نادين، وثقبت أنه اليوم حكيت عنا كمان بالمقدمة، التواصل، طريقة الكلام، طريقة النقد أو الانتقاد للغير. شكراً لوجودك معنا نادين، شكراً على وأنا نصائحك. بشوفك بكرة بالسهرة طبعاً. مشاهدينا، نحن حلقتنا بتكون انتهت لليوم. طبعا بدي اتمنى لكم ويك اند ممتع، وان شاء الله ابدا ما بيكون في اي اشكالات بالتواصل مع بعض. باي باي.